بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم مصطفى السعيد، خش على الكوتش. الحلقة الثانية من منصة عرب أرت. قلنا امبارح ان احنا هنتكلم كل يوم في موضوعات معينة تخص الكرة المصرية والكرة العالمية. امبارح اتكلمنا ان احنا هنتكلم عن منتخب مصر وبعض الانتقالات في النادي الأهلي. عايزين نقول برضو ان احنا مش كل حاجة نهتم بيها هتبقى خاصة بالفرق المصرية، لأ، الفرق العالمية برضو عايزين نتكلم عليها شوية. اخبار النجوم المصرية نتكلم عليها في اوروبا عاملة ايه واخبارهم ايه، والنجوم اللي موجودين هنا اللي على وشك الانتقالات برة هيحصل معاهم ايه. الموضوع الاولاني اللي احنا هنتكلم فيه وقلنا هنتكلم فيه امبارح طبعا منتخب مصر، التجمع بتاعه كان يوم الاربعاء اللي هو امبارح. منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن كان المفروض يبقى في تجمع امبارح. التجمع كان عبارة عن 6 لعيبة، دي ما بتحصلش مع منتخبات محترمة، وده دليل ان الناس ما بتحترمش كابتن حسام حسن ولا الأندية بتحترم كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن امبارح بدأ المعسكر بمهدي سليمان وأسامة فيصل وخالد صبحي يعني هم 6 لعيبة اعتقد، ومحمد الشامي. اللعيبة اللي فاضية اللي أنديتها سابتها زي ما بنقول، طبعا قرعة دوري الأبطال هنتكلم عليها طبعا لوحدها، دي لازم نتكلم عليها. احنا كنا عايزين نعمل عالم مسابقة بس احنا ما لحقناش، هنعمل على الادوار الجاية ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ احمد. المهم خلينا في المنتخب. الحاجة الاولى لما 6 لعيبة يروحوا مع المدرب او المدير الفني لمنتخب مصر معسكر عشان تصفيات امم افريقيا او تصفيات كاس عالم او اي تصفيات او بطوله وديه، ايه قيمه المدرب او الناس تحترمه ازاي او الناس هتشوفه ازاي؟ كابتن حسام حسن الناس ما بتحترموش، لا الانديه ولا اللعيبه ولا المسؤوليه، سواء بقى هو كويس او سواء وحش، الراجل ده اتحط في المكان ده يبقى الناس لازم تحترمه. انا عن يعني من وجهه نظري الشخصيه انا مش من الناس الداعمين لكابتن حسام، بس طالما هو اتحط هنا الناس خلاص لازم تحترمه، والناس لازم تقدر ان كابتن حسام ده خلاص بقى موجود. تسلم يا حمزه، الله يكرمك، الله يخليك يا حبيبي. الناس لازم تقدر ان كابتن حسام حسن بقى موجود على راس القياده الفنيه لمنتخب مصر، يبقى الناس لازم تبعت لعيبتها وتنسق في مباراه السوبر الافريقي، ما اقعدش اجهز لمباراه السوبر من النهارده لحد يوم 27 والمنتخب هيلعب يوم 10، فبرضو الوضع بالنسبه لمنتخب مصر مش هيكون كويس. كابتن حسام لازم يكون صارم عن كده. الناس اللي راحت له هي اللعيبه اللي نفسها تنضم للمنتخب، مش اللعيبه قوام الاساسي للفرقه، لا معلش مع احترامنا للناس. خالد صبحي، زكا نور، منور منور اللايف، خالد صبحي، محمد الشامي، مهدي سليمان، لا ده مش المنتخب. منور يا محمد حبيبي، منورين يا شباب والله. قوام المنتخب لازم ينضموا، بعد بقى اللعيبه المحترفين اللي بيجوا في وقت معين والكلام ده كله. فطبعا دي كارثه بالنسبه لمنتخب مصر وبالنسبه للجهاز الفني. الراجل لازم انت تحترمه عشان تعرف تعمل حاجه كويسه لمنتخب مصر. ده مش منظر منتخب هيعمل حاجه كويسه لما الراجل يبقى عنده معسكر يوم 28 وينضم له 6 لعيبة. لا، في انديه فاضيه وفي انديه عندها لعيبه وما بعتتلوش، وطبعا ده سوء تنظيم من الاول، لان احنا في فتره راحه عند لعيبه، في لعيبه لسه مخلصه، لعيبه الاهلي مجهده جدا، الزمالك ما هوش عارف هيقعد مين وهيسيب مين وهيمشي مين، واللعيبه طبعا في الزمالك مش مستقره، في لعيبه المفروض كانت تروح المنتخب برده ما راحتش، في لعيبه من الاهلي المفروض تروح، الدنيا طبعا بايظه
مفيش تنسيق، فالوضع مش كويس خالص. منتخب مصر لازم الناس تساعده، عشان من مساعدة منتخب مصر ومن وقفة منتخب مصر على رجله الوضع هيبقى أحسن من كده. الحاجة اللي احنا عايزين نتكلم فيها حاجة تانية طبعا، قلنا هنتكلم عليها امبارح، طبعا انتقالات النادي الأهلي. الأهلي أحمد سعيد أهم حاجة في اللايف. طبعا هو بيقول لي اللون الأحمر جميل عليك، المغرب دايسة في مصر، كل الأندية المصرية يعني احنا قربنا دوري المحترفين يفوض لعيبة من المغرب. فطبعا أنا لابس قاصد عشان أشرف داري في الأهلي، لسه بنتكلم، أنا لسه قايل امبارح هنتكلم عشان الشباب زعلوا، عشان أنا اتكلمت على الزمالك، فتحت الموضوع امبارح بزيزو بن شرقي، فقلت لهم هنتكلم بكرة على الأهلي. أنت دخلت وإحنا بنتكلم على الأهلي أهو. أهل السعودية كمان بيسلموا، هنكلمهم النهاردة في كلام على الأهلي السعودي، لسه أقولك عليه دلوقتي، بس هنتكلم على الأهلي المصري الأول، وأقولك الأهلي السعودي عمل، أنت أكيد عارف يعني. الأهلي المصري المفاوضات دي من أحسن المفاوضات في تاريخه أنا شفتها. الأهلي المصري بيفاوض اللعيبة بأريحية كبيرة جدا، ما عندوش منافس في الدوري، لا منافسة في لعيبة ولا فلوس ولا كواليتي ولا لجنة كورة بتجيب لعيبة ولا سمسرة بتساعد المنافس له ولا أي حاجة. الأهلي بيغير دماء فقط، إن ما جابش لعيبة مش فارقة، إن جاب أحسن من كده خير وبركة، إن الصفقة اللي الأهلي بيخلصها ما تمتش، منور يا يوسف حبيبي، إن الصفقة ما تمتش الأهلي مش خسران حاجة، بفضل لعيبة تقيلة جدا، وهو يعني باللغة العادية كده حاطط رجل على رجل مش همه حاجة، بيجيب يحيى عطية الله، هو الراجل بيفاوض أندية تانية، أندية تانية بتفاوضه في الوطن العربي فلوس كتير جدا، وهم بيكلموه بأريحية شديدة، أنا الأهلي وباخد بطولات، والصوت فعلا مش واصل ولا أنت بتهزر؟ علينا صوتي شوية، حد يقول لي يا جماعة الصوت واصل كويس ولا لأ، عشان النور ده بتاع يعني قفش على طول. المهم الأهلي طبعا جاب يحيى عطية الله بسهولة، بسهولة كبيرة جدا. يوسف عبد المحسن منور اللايف، منور يا يوسف، منور والله العظيم. جاب يحيى عطية الله بسهولة جدا، مفاوضات مباشرة بطريقة، صوت وصل. طالما انت قلت الصوت وصل خلاص مش هبص بعدك، اي تعليق فيه الصوت مش هبص. نور يا شؤون، الله يخليك يا حبيبي. الاهلي بأريحية كبيرة جدا بفوض الناس. اشرف داري الاهلي بعت جابه، بعت امير توفيق الراجل رجع بيه. طبعا لو بصيت للزمالك انا مش عايز انقل على الزمالك عشان ما اطلعش اللي جوايا وابوظ كلامي عن موضوع الاهلي. الزمالك ممكن يكون بيبعت 15 واحد يفوضوا اللعيبه، وعشرة بيكلموه، واربع سماسرة بيكلموه، في الصفقة بتبوظ، وزمالك معوش فلوس اصلا. الاهلي يحيى عطية الله جاي جاي مش جاي مش جاي، الكلام ده انا ما بقولوش على فكرة تخمين، الكلام ده انا بقوله وانا عارفه اصلا معلومات من الاول. الاهلي عنده اريحية كبيرة، جمهور الاهلي نفسه مش شاغل نفسه بالصفقات. هنجيب بن رمضان، ايه رايك لو ما جاش؟ جمهور الاهلي مش شاغل دماغه، هو اصلا جمهور الاهلي مش عارف مين اللي هيلعب ومين اللي هيقعد بره، وهيبقى في مشاكل كتيره جدا عشان في 10 يعملوا منتخب هيقعدوا بره، فجمهور الاهلي مش فارق معاه حاجه. ايه عطيه الله ده لو ما جاش ومفيش بديل لعلي معلول، جمهور الاهلي مش هيحط في دماغه. لو عمر كمان لعب موسمين باك شمال برضه جمهور الاهلي مش هيحط في دماغه. اشرف داري الاهلي بعت بكل سهوله، طبعا راجل سيرد باك محترم جدا بيلعب في الوداد، وبرده كان جاي له عروض على فكره كويسه. الاهلي على نفسه في اخر سنتين ثلاثه في سوق الانتقالات بشكل كبير، بقى هو النادي اللي اللعيبه بتتهافت ان هي تروح، فبقت الناس عايزه تروح النادي الاهلي، فبقى الاهلي حط رجل على رجل وتفاوض معاك، تيجي ولا ما تجيش، انا عروضي كذا، انا بدي كذا، انا ما اعرفش ايه. الاهلي ما بقاش عايز يعمل قوام لفرقته. الاهلي الصراحه سوق الانتقالات بالنسبه له سهل جدا وبسيط جدا وعاجبني جدا. طبعا عنده الله اكبر فرقتين بيجدد دم عليهم، ان الدماء ما اتجددتش دلوقتي تتجدد في يناير براحتي،
ما تجددتش في يناير هتتجدد في الصيف اللي بعده. الامور ماشيه بشكل جميل. منوره يا لولو، لولو اهم حاجه في اللايف دلوقتي، منوره يا ليه. قلنا ان مفاوضات الاهلي لو ما خلصش دلوقتي خلاص في يناير، مفيش بطولات يعني مفيش بطولات الاهلي بيخسرها، مفيش بطولات حد بينافسوا عليها بشكل كبير، ولو خسر بطوله جمهوره هيصبر عليه. فالنادي الاهلي ماشي بخطه ثابته خالص في المفاوضات، بيفاوض اهم اللعيبه باريحيه كبيره، ما بيهموش، بيتكلم في المبلغ اللي هو عايزه، جاي جاي مش جاي مش جاي، فبراحتك خالص، بيدفع اللي هو عايزه في اللعيب اللي هو عايزه. الاهلي اخر 3 سنين من بعد ماتش القرن، وماتش القرن ده كان باين خالص ان هو هيثبت الفرقه اللي هتكسبه 4 5 سنين قدام، طبعا مع الاهلي زقه زقه كبيره جدا. فالاهلي مفاوضاته جامده جدا عكس الزمالك خالص. الزمالك مجلس ادارته متقسم 3، ناس مش شاغله بالها، ناس بتكلم لعيبه في الدوري المصري، ناس بتكلم بره، ناس عايزه تخدم من هنا، ناس بتجري تجيب فلوس من هنا. الدنيا بالنسبه للزمالك ماشيه لتحت مش لفوق. مستوى اللعيبه اللي الزمالك بيجيبها، اي لعيب خلاص عقده نروح نكلمه ونجيبه ونشوف هيبقى كويس ولا لا. يعني حتى حظ الزمالك في كريم البركاوي بتاع المغرب برضو، اللاعب فعلا هو ما هربش من الزمالك ولا حاجه، استلم تذاكر الطيران امبارح الساعه 8 الصبح والمفروض يجي، والده تعب، الفريق السعودي رجع تاني كلمه قال له خلاص احنا هنجدد معاك ونتكفل بعلاج والدك. الزمالك قال له يا عم تعالى عالج والدك هنا، فالراجل طبعا عارف الوضع فقال لهم فاعتذر للزمالك. يعني حتى الحاجه اللي الزمالك بيحاول يخلصها فعلا الدنيا بتقطر معاه. النادي ده بيحصل معاه حاجات ما بتحصلش مع اي حد في الدنيا. فبصراحه الاهلي محظوظ جدا بكل حاجه، وطبعا ده نتاج خطوات الاهلي بيعملها، رجال اعمال معاه، ادارته معاه، عارف هو بيعمل ايه، الناس اللي بتحط فلوس في الاهلي عارفه بتاخدها ازاي، عارفه بتستفيد ازاي، منظومه محترمه، مؤسسه كامله. مش موضوع رجال اعمال معاه ان انا بعمل اسقاط كده، لا انا بعمل اسقاط ان رجال اعمال قالوا لاداره الزمالك احنا معاك ودلوقتي هما مش موجودين. تمام؟ الاهلي التاني، الاهلي السعودي اللي انا كنت عايز اتكلم عليه في اول لايف، بمناسبه احمد سعيد واهل السعوديه اللي بعت لنا السلام. لا بن رمضان ما وقعش يا احمد، ما وقعش الاهلي. بص بن رمضان ممكن يروح الاهلي زي ما انا بقول لك كده. الاهلي بيفاوض اي لعيب بالشكل اللي هو عايزه. والاهلي بيفاوض باريحيه. انت تفتكر الاهلي قلقان من ماتش السوبر الافريقي؟ قلقان عايز يجيب حد عشان ماتش السوبر الافريقي؟ لا. الزمالك عايز يجيب جول عشان ماتش السوبر الافريقي، عايز يجيب 2 مساكين، عايز يجيب باك يمين وباك شمال، وعايز يجيب 6 و8، وعايز يجيب طرفين او طرف واحد عشان زيزو موجود، وعايز يجيب فيرويد جنب سيف. الزمالك عايز يجيب 10 لعيبه عشان ماتش السوبر الافريقي بس. فاحنا عندنا فكره تانية الزمالك ممكن يعملها عشان ماتش السوبر الافريقي ده، هي فكره مجنونه شويه بس هنقولها في لايف تاني بجد والله. فكره انا عايز الناس تشاركني فيها ان شاء الله، اظبط مع الناس تبقى موجوده ونتكلم فيها والناس تقول التعليقات. يعني الاهلي السعودي كان بيفاوض مصطفى محمد، عرض عليه مبلغ كبير جدا، انا ما اعرفش الناس اللي في السعوديه عارفه الخبر ده ولا لا. الاهلي السعودي كان بيفاوض مصطفى محمد، بس مصطفى محمد بالمناسبه احمد سعيد، مصطفى محمد رفض من اول المفاوضات. الرقم كان كبير جدا وانت عارف ان السعوديه بتدي ارقام كبيره جدا. مصطفى محمد قال انا عايز اكمل رحلتي في اوروبا، مش عايز اجي دلوقتي خالص. ماشي؟ مصطفى محمد في كذا نادي بيكلمه. الاهلي السعودي، وولفرهامبتون، وفي نادي كمان محدش يعني انا ما اعرفش اسمه. طبعا في ناس عارفاه، انا ما اعرفش هو مين. لكن انا اعرف ان وولفز بيكلموه، وعلى فكره قريب جدا من يلعب في وولفرهامبتون. والاهلي السعودي كلم مصطفى محمد، ومصطفى محمد قال يا جماعه انا عايز اخليني في اوروبا، لان انت عارف هو يعني طالعه هو بسم الله ما شاء الله عليه مركز وربنا يحميه، وعايز يطلع يكمل في اوروبا. فهم كلموا النادي الفرنسي، واحتمال كبير جدا ينتقل وولفز خلال الايام الجايه دي. تمام؟ فربنا يكرمه.
الاهلي السعودي لما ما جابش مصطفى محمد جاب فيكتور اوسيمين. انا ما اعرفش الصفقه خلاص بتخلص في اواخرها خلصت، بس انا عارف الكلام ده من امبارح بالليل كده ان خلاص فيكتور اوسيمين هيلعب في الاهلي السعودي، وانا شايف ان دي صفقه جامده جدا، لان الهلال في السعوديه بصراحه في فرق كبير جدا بينه وبين اللي بعده. انت طبعا عارف الهلال عندكم عامل ازاي. ايوه مسعد عامر اي مصطفى محمد هيروح ولفرهامبتون. الله ينور عليك، صح هو مصطفى احتمال كبير جدا يروح. الله ينور عليك يا مسعد. مصطفى محمد احتمال كبير جدا يروح. فالاهلي السعودي جاب طبعا الناس ما بتعطلش هناك الله اكبر عليهم، جابوا على طول فيكتور اوسيمين، وده انتقال قوي جدا. يعني صفقتين كمان كده جوه الاهلي السعودي انا شايف انه يقدر ينطح الهلال، لان الاهلي نادي تقيل عكس الاتحاد. الاتحاد عنده تخبط غريب، لسه متعادل من شويه ولا مش عارف، انا يعني ما كملتش الماتش بس ماتشه مش حلو خالص. الاتحاد انا مش عارف ماله. النصر زي الزمالك عندنا كده خطواته غريبه، لكن الاهلي هو اللي فيه الامل يبقى منافس الهلال، ده من وجهه نظري السنه دي. الانتقال التاني اللي بيتم ان ختافي بيفاوض ابراهيم عادل، واللاعب بره مصر دلوقتي وحاصل مشكله كبيره جدا. انا ما اعرفش الناس على علم بيها ولا لا، ابراهيم عادل سافر وكان رايح ختافي، وحصل بين بيراميدز وختافي مفاوضات ان هو هيروح اعاره سنه بمليون دولار، ده سعر رخيص جدا حلو، مقابل ان لما عقد البيع هيتفعل بيراميدز هيبقى ليها نسبه اعاده بيع كبيره جدا 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 تعوض عن الاعاره الرخيصه. خلاص حصل مشكله النهارده الصبح، انا ما اعرفش هي ايه، بس انا اعتقد ان بيراميدز بيضغط على ختافي شويه في الفلوس. ابراهيم عادل الصبح حصل عنده ازمه نفسيه كبيره وكان بيعيط وبعت ناس كتير وكان لهم مسؤولين كتير جدا. الاتحاد فاز في اخر دقيقه، طب كويس، بس مش هيبقى منافس يا احمد. ابراهيم عادل بقى عنده مشكله كبيره جدا ودخل في ازمه نفسيه وكلم ناس مسؤولين هنا في مصر وفي في في, في الاتحاد، يعني في المسؤولين الرياضيين وناس في بيراميدز، وقال لهم يا جدعان ما تخلونيش زي احمد رفعت، الناس ما تقضيش عليا، انا عايز اروح ختافي، يا جدعان اخصموا كل مستحقاتي في بيراميدز، انا ما اعرفش ايه، انا ايه، انا ايه، الكلام ده كله. الصفقه كانت قريبه وزي ما انا بقولها بالظبط كده، كانت اعاره سنه بمليون دولار، فطبعا مليون دي بالنسبه للارقام اللي بتتقال دلوقتي رخيصه. بعد كده ختافي قال لك نسبه اعاده البيع هتبقى كبيره جدا 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 لبيراميدز، انا ما اعرفش ايه، بس انا معوضه وانا عارف ان بيراميدز كان راضي عنها. فجأة بيراميدز بدأ يساوم أكتر في موضوع إبراهيم عادل، اللاعب اتضغط، حالته النفسية الصبح ما بقتش كويسة خالص. هنشوف الأمور بقى يعني الساعتين تلاتة الجايين، يعني احنا ممكن نصبح بكرة إن شاء الله بعد الصلاة، ربنا يوفقه ويكرمه، هو يستاهل يطلع بره ويستاهل ما يتعملوش كوبري بجد، ولا موضوع إن هو، أنا أعرف إن في توأمة بين الأهلي وختافي يعني، بس اتمنى ان هو حتى لو هيلعب في الاهلي يلعب في الاهلي كمان 5 6 سنين، يطلع بره الاول، هو مصيره يلعب في الاهلي يا جماعه ابراهيم عادل، لكن في النهايه انا عايزه والله يطلع بره، يعني هو بشكل كبير ابراهيم عادل لعيب كبير جدا ويستاهل ياخد رحله احترافيه بره شويه. برضو في انتقال مهم يعني بيتم كده بشكل معين، هو ان عمر مرموش نوتنجهام فورست بيكلموه، واحتمال خلال برضو يومين ثلاثة كده الموضوع يتم. واحنا برضو انا من الناس اللي بتحب عمر مرموش جدا، ومن ساعة ارتباطه بمنتخب مصر في الكام سنة الاخر انا بحب يعني بهتم بامور عمر مرموش بشكل كبير، بحس ان هو لعيب كويس، ولما تابعته لقيت ان هو لعيب كويس وعايزه يشتهر اكتر من كده، وهو ما شاء الله عليه يعني لعيب مش محتاج ان احنا
نصيطه يعني. لكن هو بصراحة عمر عامل شغل كويس بره، وانتقاله لنوتنجهام ده انا شايف برضو ان هو يفرق معاه. الدوري الانجليزي يعلى عن اي دوري في العالم، انت ممكن تروح الدوري الاسباني فرقتين ثلاثة، لكن لو انت قدامك انجلترا واسبانيا هتروح الدوري الانجليزي. انجلترا جنب اي دوري في العالم انت بتروح، مفيش مشكلة خالص. فربنا يكرمه، احنا عايزين اللعيبة كلها تروح. انا شايف ان مصطفى محمد لو راح ولفرهامبتون وهو راح نوتنجهام وابراهيم عادل راح ختافي، انا شايف الوضع هيبقى كويس جدا، وشايف اللعيبة المصرية تبدأ تتسحب بدل ما قصة صلاح بعد ما تنتهي. الفانتازي هنتكلم عليه يوم لوحده يعني، احنا هننوه يوم ان احنا اللايف بكره على الفانتازي، واللي عايز يخش يخش، علشان ايه موضوع الفانتازي ده بحره طويل، ويمكن ندخل ناس معانا تتكلم كده ايه فيس تو فيس كده كل كام يوم، كل قبل الفانتازي بيوم ندخل حد يتكلم معانا ماشي، عشان الفانتازي ده بحره واسع، كل واحد يجيب نقط عالية في الأسبوع ندخله معانا مرة نشوف الدنيا هتمشي ازاي. انت عايز مصطفى محمد يروح وولفز عشان تجيبه في الفانتازي، ماشي يا عم مفيش مشكلة. برضو ليفربول بيخلص في كيزا، انا اعرف كده برضو بقالي فترة كده، واعرف ان هو من امبارح اعتقد خلاص يعني، اعتقد بقى هو ده اللي انت هتجيبه، احمد عبد الله. احمد عبد الله دخل اللايف، ودي حاجه طبعا تسعدني جدا والله العظيم. منور يا احمد، منور وحشني جدا والله العظيم. الواحد مبسوط والله ان هو بيشوف الناس دي معايا يعني يا جماعه. زياد طبعا انت ملك الفانتازي في البلد، انت تقول اللي انت عايزه، اول ضيف ان شاء الله لما نيجي نتكلم في الفانتازي انت تتكلم حقك. امبابي اللي بعدها ان شاء الله، عشان ما نطلعش كتير ونسرح. ماشي يا شباب، هنركز مع بعض في موضوع الانتقالات، ان احنا عايزين اللعيبه المصريه ندعمها بشكل كبير. ابراهيم عادل ربنا يكرمه روح ختافي، انا زي ما بقول لك انا عارف ان في توأمه بين الاهلي وختافي، ومش انا اللي عارف يعني، دي اخبار بتبقى موجوده، والموقع الرسمي للاهلي كان قايل قبل كده مش عارف في توأمه بين الاهلي وختافي في ايه كده وكذا، وسواء ده كوبري مش كوبري او كذا، لا انا عارف. خلاص طبعا ليفربول اعلن كيزا يعني. طب ابراهيم ربنا يكرمه ويروح ختافي، وانا شايف ان ابراهيم عادل لو راح ختافي وكان عنده نيه يروح الاهلي هيكمل بره. انا الصراحه ربنا يبارك لمصطفى محمد، انا معجب ان لما كلموه في السعوديه قال انا عارف ان مصطفى محمد وعارف من حد قريب منه، اول ما الاهلي السعودي كلمه قال لهم يا جماعه يعني، هو ربنا يبارك له، وهو طبعا اتعرض عليه رقم كبير، قال انا نيتي اكمل في اوروبا على قد ما اقدر. فربنا يكرمه ويكمل على قد ما يقدر، عنده خط وعايز يمشي، فهو اللعيب اللي طول ما عنده باور وعنده صحه وعنده طموح عاوز يعمل تاريخ، وبعد كده اجيب الفلوس في وقت ما اقدر الم فلوس، ده مش عيب، دي وجهه نظر. هيجي لك وقت تقدر تتنقل فيه النادي على قد باورك برضو، على قد حاجه، مش هتبقى بتشطب كرة ولا حاجه، هتلعب في انديه كويسه. احنا كنا لسه بنتكلم امبارح ان الباور بتاع ميدو هيجيبه يلعب في الدوري المصري، انا ما بحبش ميدو يلعب يعني، انا طبعا الناس اللي عارفاني واحمد سعيد في اللايف هو عارف ان انا ما بحبش ميدو، بس لما يلعب في الدوري المصري هو احسن من 10 مهاجمين موجودين، وهو برجل واحده، عشان احنا كورتنا وحشه مش عشان ميدو حلو، تمام. فمصطفى ربنا يكرمه، ابراهيم عادل ربنا يكرمه في ختافي برضو، ان شاء الله مرموش يروح ويلعب برضو في اعلى كمان من نوتنجهام. برضو يعني احنا نتمنى ان اللعيبه المصريه، كنا كل ما نتكلم لايف بقى بدل ما نقعد ننقل الكلام في الدوري المصري نلاقي نفسنا عمالين نتكلم في الدوري الانجليزي عشان لعيبتنا كلها هناك، ويبقى الامور الفرعيه بتاعتنا ان احنا بنتكلم في ايه؟ في الدوري المصري. باذن الله باذن الله بكره ان شاء الله نتكلم برضو في تجديد زيزو للزمالك، لان زيزو ما جددش. زيزو امبارح نزل ستوري على انستجرام
ستوري مهم جدا، كلمتين جامدين جدا عاطفيين جدا، ومن قلبه انه مكمل في الزمالك ومكمل عشان يكون موجود مش عشان الفلوس، وفي وقت تاريخي طبعا. اي حد عايز يخرج من الزمالك النهارده هيخرج، هنقول هو عمل كده ليه وازاي، وازاي هو ما جددش بس مكمل عقده الشويه دول قاعد الفتره دي. الاهلي بيعمل ايه تاني وهيعلن عن مين تاني، ده بكره ان شاء الله هنقوله برده، ما يعني نتاكد كده برده الاهلي هيجيب مين، لان الاهلي هيعلن خلاص. الاهلي بيخلص حد من مصر وبيخلص حد كمان من بره، جه ما جاش ما جاش، الاهلي برنس، برنس الاهلي. يعني واثق الخطوات يمشي ملكا فعلا. فبيخلص حد من هنا وحد من بره، يبقى 4 صفقات. ممكن نقفل اللايف نلاقي الاهلي جاب حد، ممكن نقفل اللايف نلاقي 4 مشوا من الزمالك مثلا بس الزمالك ما جابش حد. فعلى ما نيجي بكره يبقى الاحداث سبقتنا، نتكلم برضو في موضوع منتخب مصر، لان اللعيبه اللي ما انضمتش والقايمه نفسها بتاعت منتخب مصر حابب ادردش معاكم فيها، يبقى عندنا وقت ندردش فيها. حسام حسن خد ناس في منتخب مصر الناس شايفه انها ما تستاهلش، تعال نتكلم فيها شوفها وانا شوفها وتعالى نتكلم نقول راينا، ماشي؟ نعمل لها فقره كده، انا اقول لك وجهه نظري. انا يعني انا مش من داعمين من كابتن حسام حسن، بس طالما هو على القاعده الفنيه وقت الماتش انا هشجعه، بس نقول القايمه مزاياها ايه وعيوبها ايه. ناس معترضه، ناس بتقول ما خدش فلان، ما خدش حسين شحات، ما خدش قفشه، نخلي الكلام ده كله بكره ان شاء الله. بكره اشوفكم على خير، نتكلم في كلام مهم باذن الله، وانا مبسوط بالناس اللي كانت موجوده معايا، وان شاء الله بكره اشوفكم على خير. السلام عليكم.